بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي في الله، ما من أحد في هذه الحياة إلا ويعاني من العلل والهموم والغموم والأحزان، فمن الناس من يبتلى ببدنه، ومنهم من يبتلى بماله، ومنهم من يبتلى بحبيب وعزيز وغال عنده. وهذه امرأة محزونة لأنها لا تنجب، وتلك قلقة مشغولة لأن الصغار قد أزعجوها، وذاك شقي بامرأة لم يوفق معها، وتلك قد ابتليت بزوج أشقاها وأتعسها. وهكذا يموت الإنسان، فيبكي أهله عليه ويحزنون، أو يذهبون من بين يديه الواحد تلو الآخر، ويتجرع أحزانهم حينا بعد حين. وهذه الأحزان إذا تكاثرت وتتابعت يكون الإنسان ليس له شغل إلا أن يذرف الدموع وينعصر قلبه على ما حل به ونزل. فأنا ما عدت أصدق أحزاني أنها ستسير وتتركني، ولكني أعلم ما أثقل حزن الإنسان، وما أقسى أن يولد أمل ويموت بيأس الأحزان. رددوا هذا الدعاء: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا مبدئ يا معيد، يا فعالا لما يريد، أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، وأسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك، وأسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، لا إله إلا أنت. يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم إني عبدك ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. اللهم يا صاحبي عند كل شدة، ويا غياتي عند كل كربة، اللهم اجعل لي من أمري فرجا ومخرجا. يا من دلت له رقاب الجبابرة وخضعت له مقاليد الفراعنة، اللهم أجرني من النار ومن كل عمل يقربني من النار. اللهم احفظني في ليلي ونهاري ونومي وقراري، لا إله إلا أنت. فاصرف عني شر عبادك واجعلني في حفظك ورعايتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من تملك حوائج السائلين وتعلم ضمائر الصامتين، أسألك برحمتك الواسعة أن تفرج عني ما أنا فيه. اللهم يا موضع كل شكوى، ويا سامع كل نجوى، ويا شاهد كل بلوى، ويا عالما كل خفية، ويا كاشفا كل بلية، أدعوك دعاء من اشتدت فاقته وخضعت قوته. ادفع عني كربي وهمي وحزني يا أرحم الراحمين. إلهي ويا صاحبي في شدتي، ووليي في نعمتي، ويا غايتي في نيتي، أنت الساتر عورتي، والمؤمن روعتي، والمقيل عثرتي، فاغفر لي خطيئتي يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لا إله إلا أنت.
اللهم يا مسهل الشديد، ويا ملين الحديد، ويا منجز الوعيد، أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أحبتي في الله، الدنيا دار ابتلاء، فكل إنسان عنده هموم وأحزان فلا أحد يسلم منها، فأحسن الظن بربك واعلم أن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. والمؤمن لا يدع الأحزان تسيطر عليه، لأنه يعلم أن له ربا يفرج الهموم والكروب. فلا تحزن، فإن الله معك ناصرا ومؤيدا ومعينا. لا تحزن، فالله معك شافيا للأمراض ومذهبا للهموم ومفرجا للكروب. لا تحزن، فالله معك رازقا وقاضيا للحاجات. لا تحزن، لأن الحزن يسر العدو ويشمت بك الحاسد ويفرح عليك الحاقد. لا تحزن، لأن الحزن لا يرد مفقودا ولا يبعث ميتا ولا يرد قدرا ولا يجلب نفعا، فالحزن من الشيطان. فالحزن يأس جاثم وفقر حاضر وقنوط دائم وإحباط محقق وفشل ذريع. لا تحزن، فإن كنت فقيرا فغيرك محبوس في دين، وإن كنت لا تملك وسيلة نقل فسواك مقطوع القدمين، وإن كنت تشكو من آلام فالآخرون راقدون في المستشفيات، وإن كنت فقدت ولدا فغيرك فقد أولادا. لا تحزن، فإن المرض يزول والمصاب يحول والذنب يغفر والدين يقضى والمحبوس يفك والغائب يعود والعاصي يتوب والفقير يغتني. لا تحزن، فإن أذنبت فتب، وإن أسأت فاستغفر، وإن أخطأت فأصلح، فالرحمة واسعة والباب مفتوح والتوبة مقبولة. وأكثر من الاستغفار فإن ربك غفار. لا تحزن، لأن القضاء مفروغ منه، والمقدور واقع، والأقلام جفت، والصحف طويت، فحزنك لا يقدم في الواقع شيئا ولا يؤخر. لا تحزن على ما فاتك، فعندك نعما كثيرة. فكر في نعم الله الجليلة وفي أياديه الجزيلة واشكره على هذه النعم. لا تحزن، فأنت على خير في سرائك وضرائك، وغناك وفقرك، وشدتك ورخاءك، وصحتك ومرضك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. لا تحزن، وعندك القرآن والذكر والدعاء والصلاة والصدقة وفعل المعروف والعمل النافع. فإن ضاقت عليك الأرض بما رحبت، وضاقت عليك نفسك بما حملت، فاهتف وقل: يا الله، إذا نفذت الحيل وضاقت السبل وأظلمت الطريق وانتهت الآمال وتقطعت الحبال، نادي يا الله. نعم، فنادي وقل: يا الله، فإليه تمد الأكف في الأصحار، والأيادي في الحاجات، والأعين في الملمات، والأسئلة في الحوادث. قل: يا الله، فباسمه تجد الألسن، وبذكره تطمئن القلوب، وتسكن الأرواح، وتهدأ المشاعر، وتبرد الأعصاب، ويستقر اليقين. قل: يا الله، ولا تحزن على ماضيك، ولا تخف من مستقبلك، وعش يومك، فالله معك، ومن كان الله معه فمعه كل شيء. كن متفائلا مستبشرا، وانفع الآخرين، كن ثمرة طيبة ويدا حانية، فدل حيرانا، وقف مع مظلوم، واشفع لضعيف، وأكرم عالما، وارحم صغيرا، ووقر كبيرا،
فإذا طاف بك طائف من الهم أو ألم بك شيء من الغم فادفعه بفعل الخيرات تجد الفرج وراحة البال. فأعط محروما وانصر مظلوما وأنقذ مكروبا أو أطعم جائعا أو عد مريضا أو أعن منكوبا تجد الرضا والسعادة. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. اللهم انفعني وإياكم بما قدمت، اللهم اجعل عملي هذا من العلم الذي ينتفع به بعد مماتي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.